شكرا لبلد المغرب العزيز على قلوبنا، شكرا للمغرب الحضارة والشعر الذي يحتفي بنا هذا اليوم. وأنا أتشرف بأنني أحمل اسم هذه الدورة وأمثل العراق وأمثل كردستان كوني قادمة من كردستان وأقيم فيها. سعيدة جدا بوجودي بينكم، سعيدة بهذا الاحتفاء الكبير الذي حدث بكل كل هذه المساهمات. شكرا لإدارة الشعر المغربي الذي تقدم كل ما هو مبدع وكل ما هو متميز وتحتفي بالمثقفين والمبدعين، وهذا يظهر الوجه الحضاري لهذا المغرب الجميل العزيز علينا. أنا اليوم بينكم سعيدة جدا، سعيدة لأنني في بلدي الثاني المغرب، سعيدة لأنه أحمل اسم الدورة، سعيدة لهذه المداخلات النقدية التي حدثت اليوم بالذات، ولكل هذا التفاعل مع الشعر ومع النصوص الشعرية ومع هذا يشعرني بأن العالم ما يزال بخير دائما، لأن الشعر هو النبض الذي ينبض به العالم. شكرا لكم جميعا. هي تهتم في أدبها بالإنسان قبل أن يكون من أي لون، قبل أن يكون من سكان أي منطقة. ثم هي عراقية في وجعها، وهي في نفس الوقت كردية تتلمس هموم شعبها، تعالج هموم شعبها، تتحدث مع شعبها. يعني هي لم عن 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 موضوع واحد يستحوذ على منصب الأكمالي. هذا الموضوع الواحد الذي يستحوذ على منصب الأكمالي مثلا الحزن أو أي موضوع آخر، هل من الممكن أن نوضع في شعرية النصب، أم أن الشاعرة كانت تكون قوية في بعض المقاطع وتكون ضعيفة في مقاطع أخرى؟ هذا السؤال لي. في تصوري بأن الشعرية ليست مرتبطة بالموضوع. نعم. الشعرية لا تتحدث في الموضوع أو الفكرة وإلا مكون من مكونات الشعرية. الشعرية تتمتع في كل المكونات الفنية والأسلوبية والدلالية والإيقاعية والتركيبية والصوتية. من هنا تخلق الشعرية. الشعرية لا يخلقها الحزن أو الفرح أو البكاء أو الغزل. كم من قصيدة في الغزل قصيدة فجر، وكم قصيدة في الرسالة تبع عالية. الموضوع ليس محدد، الموضوع ما هو إلا مكون. الجمالية والإبداعية والأدبية تكون في امتلاك الأدوات الفنية والأسلوبية. كما عبرت عن ذلك، الديوان عبارة عن شلال هادئ من المجهزات، من الصور، ومن التخيل الراقي، ومن الحس الإنساني العميق. الحس الإنساني العميق بكل شيء، بالحزن، بالأمل. أيضا لا ننسى بأن هذه الديوان يفتح النافذة للأمل. من خلال كما نحكي بذلك، يتيمة التعالي وهي يتيمة حاضرة بالقوة في النص. أفردت لها مبحثا خاصا يخفف من سوداوية الحزن، من سود ومرارة الواقع. فلا نسمع إلى التعالي لها الفضوح، التعالي على ماذا؟ التعالي في نص الشعر، في الديوان على ماذا؟ على هذا الواقع، على ألم الحزن، على هذا الألم. لأن هذا هو الإنسان. إذا ظل الإنسان أسير أحزانه فقد حكم على نفسه الفناء. لذلك الشعر زوجت بين ثنائيتين، ثنائية الحزن وثنائية الأمل، من خلال مصبح كالموج يرفع عليه الكلام. معلقة عند تقوم الحر على الشرطة. لاحظوا هذه الإشارات، هي ليست إشارات عادية، بل هي ترسل إلينا نحن كقراء بهذه الرسائل، كأنها تقول لنا لا تغتروا بهذا السواد الذي يلف تلاميذ الديوان. فهناك منافذ ومسالك للامل، علينا ان نفتح اعيننا عليها كفراء. هذا في اعتقادي الشعري. مساله الحزن لا اعرف سبب الشعري، ليس حاسم. الحاسم هي الادوات الفنيه، هي الرؤيه الشعريه، هي الابداع الذي تمتلكه الشعري. شكرا. هناك ايضا ما يسمى بشعريه البياض وشعرية السواد، وهناك أيضا شعرية الفراغات وإن جاردنز. فالتكوين تحدث كثيرا عن هذه الفجوات. في الأخير أشكر السادة وشكرا.
الشكر موصول ايضا الى الحضور الكريم على حسن الاستغاء وجميل الانتباه والتفاعل مع موضوعات اليوم. نلتقي معكم